أجل الوطن. هانت الإصابات وحشدت الهمم، فرفع العلم الوطني عاليا تهون في سبيل الإنجليزي. وسام العرش درجة دابت حكيم زياش ذو القدم اليسرى الذهبية والروح القتالية العالية، المؤمن حتى النخاع بأن النصر لا طعم له إلا تحت الراية الحمراء بالنجمة الخضراء. محترف بنادي أنجي الفرنسي، خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. وسام العرش درجة دابت عز الدين ناحية، الضوء الساطع في كل اتجاهات الملعب وثمرة من ثمار أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. سيد عبد الرزاق حمد الله، محترف بنادي اتحاد جدة السعودي. عبد الرزاق حمد الله اسهام في صنع لحظات مونديال 2022. سيد انس زروري، محترف بنادي برلين الانجليزي. وسام العرش درجه ضابط. انس زروري سواعد قويه واعده من لمنتخب قوي متماسك، حقق فوزا كان حلما صار حقيقه. وسام العرش درجه ضابط. قصة نجاح كروية أخرى أضافت لسجلها صفحات مشرقة في مونديال قطر. سيد منير الكجوي، محترف بنادي الوحدة السعودي. وسام العرش درجة ضابط. منير الكجوي شباك مرمى ملعب التمامة ستظل شاهدة على بلائه الحسن في مباراة المغرب ضد بلجيكا. محترف بنادي كوينز بارك رانجرز الإنجليزي. وسام العرش درجة ضابط. إلياس الشاعر نصف نهائي كأس العالم كان حلما، واللعب من أجل الوطن مخلال هو الفرصة لتقديم الأفضل. نادي تولوز الفرنسي. وسام العرش درجة ضابط. زكريا بخلال عزيمة وإرادة لمهاجم لا تفتر، وإن وصلت إلى شباك الخصم وحققت الهدف فالعود والمسير من جديد نحو الشباك هو الامل. محترف بنادي ستاندارد دو ليج البلجيكي. وسام العرش درجه ضابط. سليم املاح شغف قوي بالقميص الوطني واراده تتحدى الصعاب لتشريفه وشعه الفرق. لحظه للتاريخ يقرن، وشكر للعنايه الملكيه الدائمه التي يشمل بها جلالة الملك حفظه الله، رشيدة رفعت من شأن الرياضة الوطنية عاليا وحققت بفضلها مكاسب وإنجازات للتاريخ تشكل مفخرة أجيال وأجيال، هي عناية يوليها جلالة الملك حفظه الله لكافة المجالات والميادين، حرصا من جلالته على ضمان التقدم والتطور الشامل والعيش الكريم لكافة المواطنين وضمان الصورة المشرفة اللائقة بمغرب التاريخ، مغرب الأمجاد والإنجازات العظيمة. كرة القدم الوطنية هي في فرحة كبرى وعرس كبير وتشريف ملكي تحظى به عناصر النخبة الوطنية، أسود الأطلس التي حاربت بندية أقوى وأعتى الفرق متصدرة